رمزية نصب السرادق وفنية الرسم نحتا إلى وقائية كمامة البصل وتغطية الكواشيك، هكذا تدرجت السلمية الجماهيرية في إخراج مشاهد حراكها المصور، معلنة توقيع وتحرير النسخة الحدودية من فعاليات يوم الأرض من خلال إصدار ملحمي عنوانه مسيرة العودة الكبرى، وقاعدة عملياته الميدانية شريط قطاع غزة الحدودي، وشركاء إجماعه الجماهيري قوى وفعاليات المجتمع المدني والحراك الحقوقي وألوان الطيف الشعبي الوطني. يوميات نثر الاحتلال جعبة منظومة اعتراضها القذرة، فوجد سلاح القمص أصلبها عودا وأنهضها بالمهمة، فرمى به عن قوس سادية غادر مسئرا دور إلقاء قنابل الغاز السام والمدمع للطائرات المسيرة، لينجلي غبار كرونولوجيا المواجهة في أول ميدانياته يوم الأرض. عن استشهاد 15 شهيدا أملت ظروف استهدافهم استبدال كمامة اتقاء الغاز البصلية بدخان الكاوشوك المشتعل، فاصل تعديل استدراكيا بين جمعتين. فاصل نظم في خيط سياق دلالي خرزتي إعذار ومراجعة، سحب أولهما بساط المزايدة من تحت أخمص قدم المتربص بالمسيرات دوائر الإرجاف التسييسي لتبدأ صفحة التغطية التعديلية من حيث توقفت نسخة العرض المكشوف. على أن تدرجية الرسم البياني لفعاليات مسيرة العودة من كفاح الصدر العاري إلى حجاب التعمية التضليلي، سجلت بين فصليهما بيانات ومواقف رسمية راوحت بين الإدانة الاستنكارية والتحريك التدويلي، داعية في متوسط مطالبتها إلى تشكيل لجنة دولية للتحقيق الميداني، مهيبة في أوسعها سقفا إلى توفير حماية أممية للمتظاهرين العزل السلميين. من وراء جغرافيا مشهد الميدانية المصور، تدرج القراءة الاستنطاقية الاستراتيجية فكرة مسيرة العودة الكبرى في سياق نهج حروب الجيل الرابع التي تقذف بمؤثر الكثافة الجماهيرية على جفاء السلاح.